أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قوم موسى عليه السلام رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه؟ غزا بهم بيت المقدس، ولكنهم توقفوا عن القتال لأن فيها جبابرة وهم جبناء، بنو إسرائيل فيهم الجبن. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إلى أن قالوا: والعياذ بالله، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فالله عاقبهم بالتيه، حرمهم من دخول بيت المقدس 40 سنة يتيهون في الأرض، عقوبة لهم. فلما كان في آخرهم وظهر غلام موسى عليه السلام يوشع بن نون وقادهم إلى بيت المقدس، أطاعوه وقاتلوا حتى نصرهم الله عز وجل ودخلوا بيت المقدس الذي أمرهم الله به بدخوله وتخليصه من الكفار. نعم.